تفضل اخونا ابو عبد الرحمن، ومعذره مولانا. الله يفضلك، الله يفضلك، بارك الله فيكم. الله يبارك. سمحتوا لي اجاوب على السؤال ولا تبغوا الاخوان تسمعوا اجاباتهم؟ على من الحجه بعد رسول الله؟ نعم. او تبغوا تسمعوا اجابات من الاخوان؟ اذا حبيتوا اجاوب اجاوب باللي يعجبك انت، لك الامر اخونا، لك الخيار. طيب انا اجاوب، يسعدني. نعم. انا اجاوب. طبعا الحجه بلا شك ولا ريب الامام علي عليه السلام. هذا الجواب. الله عبرتك مولانا العزيز أبو عبد الرحمن، رحم الله عبرتك والله. هذه دموعك، دموعك تسوى كل ما كتب وخطة من مناقب وفضائل مزيفة لهؤلاء الذين احتلوا مقام علي بن أبي طالب وتصدروا أمرا ليسوا هم ليسوا له بأهل أبدا. لا والله، زين، هؤلاء يعني تصدروا أمرا لم يكونوا له أهلا. أين الثرى من الثريا؟ أين علي بن أبي طالب من هذا الذي يقول ما يعرف من الأب وما يعرف الكلالة وما يعرف حكم الإملاص وما يعرف ميراث الجدة وما يعرف وما يعرف وما يعرف وخطي علي؟ أين هو من يقول سلوني قبل أن تفقدوني؟ والله حتى ابن تيمية صحح هذا الكلام، سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض. أين هذا من هذا؟ بالله عليكم. تفضل أبو عبد الرحمن، تفضل. الله يزيد فضلك. الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. يا الله، بحق هذه الدموع الطيبة الطاهرة، بحق هذه الدموع الطيبة الطاهرة، اغفر لنا ولجميع المؤمنين، تقبل منا بحق فاطمة الزهراء. يا رب احشرنا في شفاعة الزهراء، يا رب حاسبنا حسابا يسيرا، يا رب ثبتنا على صراط، ثبتنا على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من ولده، واجعلنا سائرين على منهجهم، آخذين بحجزتهم، تحت لوائهم، احشرنا في زمرتهم، اجعلنا في ظلهم يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. آمين. آمين يا رب العالمين. والله هذا الجواب ما قلته محاباة ولا قلته بالهوى، لكن الصحابة هم يشهدوا بذلك. في المعضلات يرجعون إلى علي، ومعروف القصص، أبو بكر وعمر وعثمان يرجعون إليه، وهو أعلم الصحابة وأفصح الصحابة وأشجع الصحابة وأكثرهم هديا وتمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي قال عنه أبو موسى الأشعري في البصرة عندما صلى بهم الإمام علي عليه السلام: لقد ذكرنا هذا بصلاة كنا نصليها مع رسول الله، نسيناها أو تركناها عمدا. فهذا علي بن أبي طالب، أنا تفكون، فين تروح؟ فين تروح؟ ليش تكذبون على الناس؟ وليش تهضموا حق هذا الإمام العظيم؟ الإمام إلا ما جابت الدنيا زيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتلاه الله بالبلايا العظام الشداد، فوقف وما تزحزح قدر أنموله. سلام الله على علي وعلى آله، جزاكم الله خير، لا أطيل عليكم. الله يبارك بكم يا حبيبي مولانا العزيز أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن.